وللتذكير فأنه تم إيقاف أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي اليوم العشية، وهذا حسب ما تم تداوله من طرف عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وحسب ما أكدوا أيضا الأستاذ المحامي رضا بالحاج اللي قال ما زلت ما عندهمش أي معلومات متوفرة حول سبب إيقافه، باستثناء أنه تم إيقافه بعد مداهمته المنزلو.